الآن الولايات المتحدة تخشى من نمو وازدهار صيني قد يؤسس إلى اقتصاد قوي يجعلها على المستوى الاقتصادي تحقق الثنائية القطبية، وهي أخطر على اعتبار أن الاتحاد السوفيتي سابقا كانت الثنائية القطبية متحققة في أبعاد أيديولوجية، في حين مع الصين ستكون الحضور والقطبية اقتصادية. وبما أن النظام في الولايات المتحدة نظاما رأسماليا، فإذا يجب أن تحتوى الصين. ولذلك مكتب التحقيق الفيدرالي في الولايات المتحدة كل 10 ساعات يرصد نشاطا صينيا يعده من حيث التقييم تهديدا للأمن القومي الأمريكي. ولذلك اقتضى أن تعود أفغانستان كبؤرة أزمة لاحتواء الصين، احتواء روسيا. ولا ننسى أنه مسألة فصل العزل الجغرافي بين الصين وروسيا، وبالمناسبة الحدود بين الصين وروسيا 2983 كيلومتر، والعزل الجغرافي بين الصين وإيران التي بشكل أو بآخر بدأت تتحرك باتجاه تحقيق تحالف ثنائي بينها وبين الصين، تأسيسا على أن حاجة الصين في عام 2013 وصلت إلى أنها تحتاج في اليوم إلى 13 مليون برميل يوميا، فهي تحتاج إلى البترول الإيراني، فممكن أن تتفق مع إيران. حركت الولايات المتحدة أفغانستان. في أفغانستان خط التماس الحدودي بين أفغانستان وبين الصين الإيغور، وهي العقدة الأشد والأخطر على الصين. الإيغور أقليم شينجيانغ، وهو أقليم خطر جدا لأنه تسكنه أقلية الإيغور التي لا تنسجم والقومية الهانية الصينية، وهناك صراع بين القومية الهانية وبين الإيغور بوصفهم مسلمين مغول، وقومياتهم تختلف. وعام 2012 كان هناك تمرد من قبل الإيغور. الإيغور منطقتهم خطرة جدا لأنه كل معابر البترول بين آسيا الوسطى والصين من الصين والتجارة العابرة منها هي عبر طب أستاذ أحمد، قبل أن أنتقل للسيد حرب، بمعنى هذا الإقليم، نعم، الآن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في الأزمة؟ نعم، بالحقيقة صنعت الأزمة وتستثمرها من أجل أن تعزل الصين وحلفائها من جهة، وتنمي مشروع ميسا أو مشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على أساس تكامل شرق أوسطي جديد تكون فيه المنظومة التحالفات الأمريكية أقوى ومؤثرة وقاطعة لطريق طيب. الحرير فيما يتعلق بالخليج والعراق. نعم. ولذلك كان يتحدث أن العراق وسوريا ولبنان وحتى فلسطين ستصبح في قادم الأيام أكثر استقرارا بالوقت الذي أفغانستان ستكون غير مستقرة.